بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا قبل كده عن الفوليومتريك اناليسيز، وعرفنا ان لازم يكون فيه رياكشن بيتم بين التايترنت والسامبل، واتكلمنا عن النيوتراليزيشن رياكشن. النهارده نتكلم عن نوع تاني من انواع التفاعل اللي هو الريدوكس رياكشن. يعني لو انا مثلا عندي السامبل دي ما هياش اسيد او بيز، مش عارف اعمل نيوتراليزيشن رياكشن، فممكن يبقى اوكسيدايزنج ايجنت او ريديوسنج ايجنت. فممكن نشوف نوع تاني من انواع التفاعلات اللي هو الريدوكس رياكشن. كلمة ريدوكس اختصار لريدكشن اوكسيديشن رياكشن. لو جينا نعرف يعني ايه اوكسيديشن، هنقول ان الاوكسيديشن هي لوس اوف الكترونز. اوكسيديشن از لوس اوف الكترونز، وبيختصروها في كلمة اويل. الاو من اوكسيديشن، و فانا لو في هيحصل لوس اوف الكترونز يبقى ده حصل اوكسيديشن. عكسه طبعا الريدكشن يعني جين اوف الكترونز. فبنجمع الكل الموضوع ده كله في اويل ريج، يبقى اوكسيديشن از لوس اوف الكترونز، بينما الريدكشن از جين اوف الكترونز، اكتساب الكترونات. فلو جينا مثلا بصينا على التفاعل زي اللي قدامنا دوت، الفرس مع الكلورين بيحصل اوكسيديشن، الفرس بيتحول لفرت من في اي موجب 2 الى اف اي موجب 3، والكلورين بيحصل له ريدكشن الى الكلورايد. طيب لو جينا بقى نشوف بالظبط ايه اللي حصل، هنلاقي ان هو ممكن نقسم التفاعل ده لتو هاف، لاوكسيديشن هاف رياكشن والريدكشن هاف رياكشن. الاوكسيديشن ده هنبص على الفرس او الحديد الاف اي موجب 2 عشان يتحول الى حديد موجب 3، كده معناه ان هو ايه، فقد الكترون. تمام، يعني مبدئيا كده انسى كده الاثنين اللي مكتوبه دي دلوقتي، وركز ان هو عشان يتحول من موجب 2 لموجب 3 فقد الكترون. طيب الالكترون ده مين اللي هياخده؟ الكلورين. الكلورين هيتحول من 0 الى سالب 1، يبقى كده ايه، بس هم هنا 2، يعني الكلورين ده 2 سي ال، فهياخدوا هيحتاجوا 2 الكترون عشان يتحولوا الى 2 كلورايد. طيب اجيب الاثنين منين؟ فهنضطر ان احنا نضرب المعادله ديت في 2. تمام، فعشان كده مكتوب هنا ايه، 2 اف اي موجب 2 بيدينا 2 اف اي موجب 3 زائد 2 الكترون. لو جينا نجمع بقى المعادلتين، المعادله الاولى والمعادله الثانيه دول، التو هاف رياكشن، يعني انا جبت دي بس جبتها تحت هنا وبدات ايه اجمع، فهلاقي ان الاثنين الكترون الموجودين هنا بيروحوا مع الاثنين الكترون اللي هنا، والفرس مع الكلورين ده اللي مكتوب تحت هنا، هنجمع ده زائد ده هيدينا ايه، فرك من فرك اهي زائد الايه الكلورايد. ففي الرياكشن ككل او الكومبليت رياكشن ما بيظهرش فيه الالكترونز لوست اور جين، لانها النمبر اوف الكترونز لوست بيساوي النمبر اوف الكترونز جين، عدد الالكترونات المفقوده بيساوي عدد الالكترونات المكتسبه. فانا ببساطه خالص لازم اعمل كل تو هاف رياكشن، كل هاف رياكشن لوحده، الاكسيديشن اللي تم فيه والريدكشن اللي تم فيه، وابدا اوازن عدد الالكترونات بحيث ان عدد الالكترونات المفقوده يساوي عدد الالكترونات المكتسبه. لو جينا لمثال تاني للبوتاسيوم برمنجانيت الكي ام ان او 4، هنلاقي ان ليها صورتين من صور الرياكشن في الهاي اسيديك ميديوم، لو انا بستخدم ميديوم هاي اسيديك، او في اللو اسيديك ميديوم، او ساعات بيقولوا عليه نيوترال ميديوم. بنلاقي ايه الاختلاف؟ انه في حاله الهاي اسيدك ميديوم البرمنجانيت بتتحول الى ام ان موجب 2 المنجنس. طيب لو عايزين نحسب، فانا هنا عندي نوعين من الوزن. الاول المفروض بقى اوزن المعادله، فانا لو تخيلت كده ان انا عندي ادي الام ان وفور سالب، لو جيت افعلها في هاي اسيدك ميديوم مع الاتش، انا عايز اشوف بس الوزن ده جه ازاي، فهيتحول الى ام ان موجب 2. طيب الاو ديت مع الاتش هيطلع على هيئه ميه، ما دامهاش غير ان هي تطلع على هيئه ايه، ميه. طيب نيجي نوزن المعادله دي كده، في نوعين من الوزن، اتوميكالي والكترونيكالي. هنا الاول هنشوف كل اتوم دخلت ظهرت في البرودكت ولا لا. فانا عندي المنجنيز دخل وخرج،
الاكسجين دخل 4 اكسجين، طلع اكسجين واحد، فانا مضطر ان انا اضرب هنا في ايه؟ في 4 عشان نوزن المعادله. طيب كده معناها انه طلع كام اتش؟ 8 اتش، وهنا عندي اتش واحده، يبقى انا هضرب هنا الايه؟ المعادله في 8. فانا مش هحفظ الارقام ديت، انا ممكن استنتجها اعرف بالظبط ان ال ام ان او4 زائد 8 اتش بيدينا ام ان موجب 2 زائد 4 اتش 2. طيب كده احنا وزننا المعادله اتوميكال، يعني كل ذره دخلت عايزين نوزنها الكترونيكال، نشوف التشارج في الرياكتنت والبرودكت المفروض بيتساووا بعض، لانه الشحنات لازم تبقى متساويه. فلو جينا بصينا هنا هنلاقي ان 8 في موجب 1 بموجب 8، موجب 8 وهنا سالب 1، يبقى الرياكتنت كلهم على بعض بلس 7. تمام، نيجي نبص على البرودكت هنلاقي الميه 0 والام ان موجب 2، يبقى هنا بلس 2. طيب انا الرياكتنت عندها المحصله بتاعتها بلس 7 والبرودكت بلس 2، علشان اساوي المعادله او اوزنها الكترونيكالي محتاج اضيف، ما اقدرش اضيف غير الكترونات، الالكترونات هنا سالبه، فانا هضيفها مع الموجب 7، هضيف بلس 5 الكترونز، فالبلس 5 مع الالكترونز مع البلس 7 هتنزلها الى ايه؟ بلس 2. فكده انا وزنت المعادله الكترونيكالي. تمام، طب نيجي نشوف في حاله اللو اسيدك ميديوم، يبقى انا لو بحسب الايكويفالنت ويت للبوتاسيوم برمنجانيت في حاله الهاي اسيدك ميديوم، المفروض بنقسم على النمبر اوف الكترونز انفولفد في الرياكشن. فهنا النمبر اوف الكترونز انفولفد في الرياكشن 5 الكترونز، فهقسم المولكيولار ويت على 5. طبعا الايكويفالنت ويت هنا بيختلف عن حساباتنا في الاسيد بيز رياكشن، كنا بنقسم لو في حاله الاسيد بنقسم على النمبر ريبليسابل هيدروجين اتوم، وبالنسبه للبيز بنقسم على النمبر اوف ريبليسابل او اتش، والسولت النمبر اوف كاتاينز في الفالنس او النمبر اوف انايونز في الفالنس. لكن هنا لا، لازم اشوف النمبر اوف الكترونز اللوست او جين، واحنا هنشوف هنا في الكيس اللي احنا بنشرحها ديت انه مع انه بوتاسيوم برمنجانيت وبوتاسيوم برمنجانيت، الا اني بحسب الايكوفالنت ويت بطريقه مختلفه في الحالتين، يعني مره هقسم على 5 في الهاي اسيدك ميديوم، ومره هقسم على 3 في اللو اسيدك ميديوم. تعالوا كده نشوف ليه في اللو اسيدك ميديوم بنقسم على 3، او النمبر اوف الكترونز هنا في الحاله ديت 3 الكترونز. بنفس الطريقه ادي عندي البوتاسيوم برمنجانيت، عايز اشوف ايه اللي حصل لها او اتحولت، فبيقول لك ان هي اتحولت الى الام ان او 2. الام ان او 2 هنشوف بقى ثواني. تمام، انا عندي ام ان او 4 اللي هي البرمنجانيت سالبه طبعا لانها اصلا كانت كي ام ان او 4، فانا شلت الكي لازم احط ايه؟ سالبه. واسيدك ميديم فانا بحط الاتش، هنشوف دلوقتي هيبقوا كام اتش، وبنقول ان هو في اللو اسيدك ميديم بتتحول الى ام ان او 2. تمام، طيب الاوكس الهيدروجين ده هيطلع على ايه؟ هيطلع على ميه، هيطلع اتش 2 او. تمام، تعالى نوزن بقى اتوميكالي اند الكترونيكالي، نوزن اتوميكالي الاول نشوف كل اتوم دخلت في الرياكتنت ظهرت في البرودكت ولا لا. ادي الام ان دخلت وظهرت، في 4 اكسجين دخلوا، طلع كام؟ ادي 2 هنا وهنا 1، يبقوا 3. يبقى انا محتاج اضرب هنا المعادله دي، او احط 2 قدام الميه عشان يبقى 2 او واو 2 هنا، يبقوا 4. تمام، طب نشوف كده في كام اتش خرجت؟ 4، يبقى محتاج اضرب هنا في ايه؟ في 4 اتش بلس. كده انا وزنت المعادله اتوميكالي. نشوف بقى نوزنها الكترونيكالي، نشوف التشارج في الرياكتنت كام وفي البرودكت كام، عشان نعرف هنضيف الالكترونز في انهي جهه، او هيفقد الالكترونات او هيكتسب الالكترونات، ونشوف عددهم كام عشان نحسب الايكوفالنت. لو جيت بصيت على الرياكتنت هتلاقي هنا سالب 1 وبلس 4 يبقى بلس 3، يعني جبت بلس 3 دي منين؟ من السالب 1 اللي هنا، وهنا 4 في بلس 1 يبقى بلس 4، بلس 4 ماينس 1 يبقى بلس 3. بلس 3 اتحولت الى مفيش اي تشارج هنا على الام ان او 2 ولا تشارج على الاتش 2 او، فتتحولت الى 0، مفيش اي تشارج على البرودكت. طيب بلس 3 واتعدلت، يبقى محتاجه اللي عادلها 3 الكترونز
طبعا سالبين، فهنضيف هنا الايه 3 الكترون. ومن هنا لو انت بتحسب الايكوفالنت ويت في حاله اللو اسيدك ميديوم، يبقى تقسم المولكيولار ويت على 3، لان احنا بنقسم على النمبر اوف الكترونز انفولفد في الرياكشن. وهكذا بقى اي معادله تيجي عندك، مثلا بتقسم دايكروميت ممكن تمشي بنفس الخطوات، تشوف مثلا كي 2 سي ار 2 سي ممكن تتحول الى سي ار موجب 3، والاكسجين هتقطع على اي ميه، وتشوف الاسيدك ميديوم هتاخد كام اتش، وهكذا بنوزن اتوميكالي اند الكترونيكالي. تمام. طيب هي ما فيش طريقه تانية مثلا مختصره شويه نقدر نحسب بيها عدد الالكترونز اللي انفولفد من غير ما نحسب لكل الرياكتنت وكل البرودكت؟ اه، ممكن نبص على الاتوم بتاعه المنجنيز حصل لها ايه، يعني كانت البيلانس بتاعها كام وبقت كام، فنيجي نبص لها مثلا وهي كانت في البرمنجانيت الام ان او 4 ديت. طبعا الاكسجين الموست كومون اوكسيديشن ستيت بتاعته سالب 2، سالب 2 في 4 قالي سالب 8، سالب 8 وكام يبقى سالب 1. انا عندي البرمنجانيت كلها على بعضها عليها ماينس 1، ده سالب 1 دي على الام ان او 4 كلها، وقلنا الاكسجين عليها سالب 8، يبقى المنجنيز كام علشان يبقى المركب ككل سالب 1؟ يبقى هنا اكيد المنجنيز بلس 7، بلس 7 ماينس 8 يبقى ماينس 1. تمام. اتحولت لكام؟ لي يبقى من ماينس بين بلس 7 الى بلس 2، ده كده برضو محتاجه ان احنا نضيف 5 الكترونز. طبعا الالكترون السالبين هتعادل البلس 7 دي، هتعادل منها 5 ويتبقى ايه بلس 2. طيب في حاله اللو اسيديك ميديوم بنفس الطريقه هنبص على البرمنجانيت، طبعا هي زي ما هي بلس 7، لكن لما تتحول بقى ل ام ان او 2 هيبقى هنا سالب 4 على الاكسجين وهنا بلس 4، فعشان نتحول من بلس 7 الى بلس 4 محتاج 3 الكترونز، طبعا الالكترونز دي سالبه، فهنا هقسم على 3. تمام. فسواء حسبت على المعادله كلها او حسبت بس على الاليمنت اللي حصل له تشينج في الاكسديشن نمبر، بيديني نفس الايه الحل. طيب نشوف بعض الالكتريكال بروبرتي بتاعت الريدوكس سيستم. لو انا جبت رود من ميتال، اي ميتال عندي، كبر او زنك او اي ميتال عندي، وحطيته في سوليوشن اوف اتس ايونز من ايوناته، يعني لو عندي كبر احطه في كبر صلفيت مثلا، او لو زنك احطه في زنك صلفيت، وهكذا. يعني طبعا احنا عارفين انه ايه الايونز دي هتبقى متأينة، يعني انا لو هعمل منه سوليوشن من الزنك صلفيت طبعا هيبقى CU بلس 2، والصلفيت طبعا زي ما انتم عارفين SO4 سالب 2. تمام. طيب الالكترود ده ممكن يحصل له ايه؟ قال لك ممكن يحصل له حاجه من اثنين، يا اما يبدا يحصل له ديسوليوشن يعني يتفكك الايونات، يحصل له يفقد الكترونات، يعني مثلا الزنك يفقد الكترونات ويتحول الى زد ان موجب 2، يعني يبدا يدوب ديسولف انتو ديسوليوشن، او الايونز نفسها تروح تترسب على الميتال رود ده ويحصل لها ديبوزيشن. طب ده على حسب ايه، او ايه اللي بيتحكم في الموضوع ده، او ليه بعض الميتالز بيحصل لها ديسوليوشن وبعض الميتالز بيحصل لها ديبوزيشن او ترسيب؟ يعني قال لك اللي بيحكمني في الموضوع دوت السوليوشن بريشر والايونيك بريشر. طيب يعني ايه سوليوشن بريشر؟ قال لك ان بنعرفه ان هو التندنسي اوف ميتال اتوم تو ديسولف انتو ذا سوليوشن، ان الميتال اتوم ذرات الميتال اللي عندي ده هتبدا تدوب. طيب معنى ان هي تدوب هتحول لايونز. طيب نشوف كده، لو عندي زنك وهيتحول لزد ان موجب 2 كده فقد الكترونات، طب كده حصل له اوكسيديشن ولا ريدكشن؟ احنا بنقول اويل، يبقى اوكسيديشن از لوس، كده حصل لوس اوف الكترونز، يبقى حصل اوكسيديشن للزنك، حصل له اوكسيديشن. طيب يبقى في بعض الميتال عندها السوليوشن بريشر بتاعها اعلى من الايونيك بريشر. طيب نشوف الايونيك بريشر، الايونيك بريشر على العكس، ان الايونز عندي هتبدا تترسب على الرد اللي عندي ده، مثلا ايه العكس بقى، ادي الايونز اللي هي مثلا الكبر، لو انا عندي كبر ميتال في كبر سوليوشن، يعني موجود ايونز هنا من الكبر، هتبدا تاخد 2 الكترونز
وتتحول إلى اتفضل. يبقى باختصار السوليوشن بريشر اللي هو التندنسي للميتال انه يبدا يحصل له ديسوليوشن او يدوب عندي، ويبدا يحصل له اوكسيديشن، الميتال هيتحول للميتال ايونز، وحصل فقد الالكترونات، حصل اوكسيديشن، حصل كوروجن، كل ديت نفس الايه المعنى. عكسها الايونيك بريشر اللي هي تندنسي اوف ميتال ايونز، الايونات ان هي تروح ايه تترسب على الالكترود وتتحول للايه الاتموسفير. هنا ده تفاعل ريدكشن رياكشن، سي يو موجب 2 تاخد 2 الكترونز تتحول الى السي يو ميتال. تمام. وده بعض الصور لل لو مثلا زنك رود في زنك سلفيت حصل له ايتن اتاكل، او حصل له كروجن، الكبر حصل له ديبوزيشن على سطح الايه الرود من الكبر. تمام. نيجي بقى للالكترود بوتنشال ونشوف ايه الريليشن بينه وبين الايه الكونسنتريشن اوف ايونز. اللي بيحكمني في الموضوع دوت الالكترود بوتنشال الميتال رود يبقى ديبد في السوليوشن فروم اتس ايونز. تمام. يبقى نرمس الايكويشن الاي عند درجه حراره 25 بتساوي الاي نوت، وهنشوف ازاي بيحسبوا الاي نوت بلس 4.06 على ان، حيث ان هنا الفالنس اوف ايونز لوغاريتم التركيز كونسنتريشن اوف الميتال ايونز. فالاي الالكترود بوتنشال عند 25، الاي نوت الستاندرد الالكترود بوتنشال، وده كونستانت طبعا. اي نوت ده ستاندرد الالكترود بوتنشال بيبقى كونستانت لكل ايه كل ريدوكس سيستم. وطبعا زي ما شفنا سوليوشن بريشر والايون بريشر دي احنا خلاص اتكلمنا عنها. طيب نشوف ازاي بيحسبوا الستاندرد الكترود بوتنشال. عشان نقيس الستاندرد الكترود بوتنشال بنوصل الرود اللي احنا حاطينه او الميتال اللي احنا حاطينه في الاكس اونز ده اجينست ريفرنس الكترود. الريفرنس الكترود ده طبعا هيبقى ايه الكترود اوف نون بوتنشال، المفروض ابقى عارف البوتنشال بتاعه واوصله واحسب الفرق في الجهد، فيبقى ايه نقدر نطلع الايه البوتنشال بتاع الالكترود اللي انا عايز احسب له الالكترود بوتنشال بتاعه. طيب مين اشهر الريفرنس الكترود؟ النورمال هيدروجين الكترود، لانهم اعتبروا ان البوتنشال بتاعه بزيرو، يبقى هو ريفرنس الكترود. ريفرنس الكترونز دي في منها انواع كتير، بس احنا هنا بنتكلم عن النورمال هيدروجين الكترود، وهنشوف دلوقتي الشكل والتركيب بتاعه وبنوصله مع الميتال ونحسب الايه البوتنشال ديفرنس. فبالتالي انت النورمال هيدروجين الكترود ده البوتنشال بتاعه بزيرو، يبقى اكيد القرايه اللي هتطلع دي بتاعه الايه الالكترود اللي احنا موصلينه. تمام. فلو جينا للستاندرد الكترود بوتنشال او النورمال هيدروجين الكترود، بنحط يعني ده بتبقى يعتبر تو هاف سيلز كده كونسيست اوف اليمنت اميرسد ان امولار سوليوشن، يعني بحطه في تركيز واحد مولر، يعني احط الميتال في سوليوشن تركيز واحد مولر من ايونات من ايونز، يعني لو هو كبر احطه في كبر سلفيت مثلا او كبر ايونز، لو هو زنك احطه في زنك سلفيت، وهكذا. كونكتد ويز انورمال هيدروجين الكترود. تعال نبص بقى على شكل الايه النورمال هيدروجين الكترود ده. طيب الهيدروجين اللي نعرفه ان احنا اللي هو غاز، طيب الغاز ده يبقى له بريشر، له ضغط، يبقى الضغط بتاعه واحد اتموسفير. هندخله في طبعا هنحتاج ان احنا نجيب بلاتينم واير كده او شيت من البلاتينم ونوصله وندخل الهيدروجين جاز ده عليه، وطبعا هنحطه في سوليوشن من ال HCl مثلا تركيزه واحد نورمال. يبقى هنا تركيز المولر سوليوشن من اللي احنا عايزين نقيسه ليه، وهنا برضه تركيز واحد مولر او واحد نورمال من ال HCl، وبنوصل وبنطلع. فمن هنا بيظهر الايه الالكترود بوتنشال سيريز، يعني بداوا يرتبوا لو في بعض الميتالز بيبقى ليها بوتنشال بلس موجب يعني او اعلى من الزيرو، وحاجات تانية بتبقى اقل من الايه الزيرو.
طبعا البوتنشالز دي كلها ريدكشن بوتنشال. يعني احنا لو جينا بصينا مثلا على اللي هيبقى له بوتنشال الرقم بتاعه بالبلس موجب، يعني هنا ده يحصل له ريدكشن، واللي هيبقى بالماينس ده يحصل له ايه؟ اوكسيديشن، على حسب بقى قيمه مين الاكبر عندي. ممكن يبقوا الاثنين بلس او الاثنين نيجاتيف، مش فرق، بس هو انا بشوف الرقم الاعلى يحصل له ريدكشن، والرقم الاقل او الميتال الرقم بتاعه اقل يحصل له ايه؟ اوكسيديشن. فمن هنا بداوا يعملوا ارينجمنت للاوردر اكوردنج تو ستاندرد الكترود بوتنشال. يعني هم جابوا كده كل الالكترود او كل الميتالز ووصلوها اجينست النورمال هيدروجين الكترود، واعتبروا ان الهيدروجين الكترود البوتنشال بتاعه بزيرو، وبداوا يركبوا الميتالز او الرودز يعني، ويبداوا يعملوا الايه؟ الالكترود بوتنشال سيم. وفي بعض الملاحظات قال لك ان الساين اوف بوتنشال از سيميلر تو ذا تشارج اون ذا الكترود. يعني لو انا البوتنشال عندي بالبلس يبقى الالكترود هنا هتبقى الشحنه عليه بلس، لو نيجاتيف تبقى الشحنه عليه نيجاتيف. كمان ملحوظه ان ذا ميتالز ويز مور نيجاتيف بوتنشال، كل ما كان النيجاتيف قيمتها اكبر كان ريبليس تحل محل الاليمنتس اللي هتبقى الميتالز اللي هتبقى ايه تحتها، او بلو زيم ان ذا ايه ان زير سول سوليوشن. لو جينا خدنا مثال ادي الزنك، لو هنفعله مع الكبر صلفيت نلاقي ان الزنك ممكن، لو جينا بصينا بقى على الجهود، الزنك الاي نود بتاعته سالب 76 من 100. طيب يبقى ده مور نيجاتيف عن الكبر، الكبر بلس 0.34. فقال لك ان اللي مور نيجاتيف ده هو اللي يحل محل الايه الكبر. لو جيت بصيت على المعادله هتلاقي ان الزنك حصل له ايه؟ اتحول من 0 الى بلس 2، يعني حصل له اوكسيديشن. فهو ده اللي احنا بنقوله، ان اللي هيبقى مور بوزيتيف هو اللي هيحصل له ريدكشن، واللي هيبقى مور نيجاتيف هو اللي هيحصل له ايه؟ اوكسيديشن. طب نشوف المثال الثاني، بيقول لك السيلفر في الفره الصلفيه. تعال نبص فين السيلفر، ده السيلفر ده مور بوزيتيف والايرن هنا بالنيجاتيف، فاستحاله ان السيلفر يحل محل الايه؟ الايرن في الفرس صلفيت، فهنا مش هيبقى فيه رياكشن. فانا من هنا ممكن اتوقع اذا كان التفاعل يتم عندي او ما يتمش من خلال الايه؟ الالكترود بوتنشال. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الالكترود بوتنشال، وقلنا ده بيبقى في حاله لما يكون الميتال موجود في سوليوشن اوف ساينس. في بقى البوتنشال او الاكسديشن بوتنشال، لو انا عندي سيستم في ريدوكس سيستم، يعني في حد في حاجه هيحصل لها اكسديشن وحاجه هيحصل لها ريدكشن، ما هوش ميتال بقى. فهنا بنتكلم عن الاكسديشن بوتنشال، فبنجيب بلاتينوم رود وبنحطه في الميديوم او الريدوكس سيستم اللي عندي ده، وبنشوف برضه نحسب جينست الريفرنس الكترود والفاليو، ونحسب الفاليو اوف بوتنشال. طبعا القيم بقى بتاعت الاكسديشن بوتنشال هتبقى عكس خالص الالكترود بوتنشال او الريدكشن بوتنشال اللي احنا كنا بنتكلم عليه في السيريز اللي قبل كده. بس هو نفس الفكره، ان انا بوصل اجينست ريفرنس الكترود اللي هو هنا النورمال هيدروجين الكترود، ونلاقي بقى ان الترتيب يعني هنا بيعرف الستاندرد اوكسيديشن بوتنشال. قال لك ذا بوتنشال ديفرنس developed when a half cell consisting of an inert electrode اللي هو البلاتينم dipped in a solution of equal concentration of both oxidized and reduced. يعني باخد نفس التركيز من الاوكسيدايزد والريديوسد فورم من السيستم. يعني مثلا عندي فرك وفرس، ده ريدوكس سيستم، وهنوصله مع النورمال هيدروجين الكترود. تمام، فعندي هنا بقى الستاندرد اكسيديشن بوتنشال اللي هو الايمو، بيبقى البوتنشال قلنا بديفرنس بين هابس تو هابس سيل، واحد هيبقى كونسيستنج اوف ان انرت الكترول اللي هو البلاتينوم دي بين ايكوال كونسنتريشن اوف بوث اوكسايد اند ريديوس فورمز اوف ذا سيستم. يعني مثلا فرس مع فرك، احط البلاتينوم الكترود واوصله بالنورمال هايدروجين الكترود او الريفرنس الكترود، ونرمس الايكويشن بقى شكلها بيختلف شويه لما يكون في حاله الاكسديشن ريدكشن. بنقول الاي 25 بتساوي الاي نوت بلس
4.06 على ان لوغاريتم الاوكسيدايز على تركيز الاوكسيدايز على تركيز الريديوس اوكسيديشن بوتنشال عند 25 درجة. دي 25 هي الاوكسيديشن بوتنشال عند درجه حراره 25 في الاي نوت الستاندرد اوكسيديشن بوتنشال. هناك كان الستاندرد ريدكشن بوتنشال, هنا النمبر اوف الكترونز, ان هنا هناك كانت الفالنس بتاع الميتال, هنا النمبر اوف الكترونز. تمام, وبدا يبقى فيه اوكسيديشن بوتنشال سيريز عكس الريدكشن بوتنشال سيريز اللي كنا بنتكلم عليها قبل كده لما كنا بناخد الميتال في اتس ايونز. هنا سيستم ريدوكس سيستم, فبنعمل ارينجمنت للريدوكس سيستم ان ديكريزنج اوردر, يعني بيبدا بالاعلى ويقل لحد الايه الزيرو, بعد كده الحاجات اللي ايه بالماينس. تمام, ف ذا موست باورفول اوكسيدايزنج ايجنت اللي له اوكسيديشن بوتنشال اعلى هيبقى فوق في التوب بتاع السيريز و with higher positive potential, والموست باورفول ريديوسنج ايجنت, يعني لو انا عندي تو سيستمز كده وعايز اشوف مين هيشتغل اوكسيدايزنج ومين هيشتغل ريديوسنج, هشوف اللي مور بوزيتيف هيبقى هو الاوكسيدايزنج واللي مور نيجاتيف هيبقى هو اللي ريديوسنج ايجنت. تمام, بس في شرط هنا انه لازم يكون التو سيستمز دول الفرق بينهم اكتر من 4 من 10 على الاقل بين التو سيستمز. لو الفرق يعني مثلا ايه التو سيستمز دول لو جينا بصينا على الفرق بين البوتنشال الكونتينر بوتنشال دول هيبقى اقل من ايه من 4 من 10, 2 تقريبا من 10, فلا احنا ايه اقل من 4 من 10 the reaction will be reversible, التفاعل هيبقى في الحاله ديت reversible, مش هينفع التو سيستمز. فعشان انا اخد تو ريدوكس سيستم لازم واقول ان واحد هيشتغل اوكسيدايزنج والتاني ريديوسنج, لازم يبقى الفرق بين قيمه الاي نوت في الحالتين اكتر من 4 من 10. تمام, وكده احنا يعني مش هناخد الفاكتورز افكتنج الاوكسيديشن بوتنشال, وهنقف لحد هنا. شكرا.